عسلامة يا مدام. مدام، اليوم العالمي للمسنين، شنو تحب تقول لهم في عيدهم؟ ان شاء الله كل عام هم حيين بخير، وربي ان شاء الله يهدي لهم ذريتهم، ربي يفضلهم وربي يخليهم لينا، ان شاء الله يشدهم صحة البدن، ان شاء الله ربي يطول في عمرهم وكل عام هم حيين بخير. نحب نهنيهم اولا ونتمنى لهم معناها يعني طول العمر والهزيع الاخير من الحياه نتاعهم ومن عمرهم يكون في سعاده وفي اطمئنان وفي هدوء. عيد امي. شو تحب تقول لها اليوم في عيد المسلمين؟ ربي يطول في عمرها وهي الكل، والام الحنينه والبو الحنين، كل كيف بعضهم، كل الام كل بو بصراحه، وربي يطولهم في عمرها. ربي معاهم ان شاء الله، وماذا بين الناس الكل تفيق بيهم تحس بيهم، خاطر الناس هذوما كبروا في العمر، معناتها يستحقوا العناية، وما يوصلش الإنسان باش يضيعهم. نقول لهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير، وربي يخليهم لنا وربي يفضلهم لنا، وبحياة راسهم إن شاء الله ونتربيوا في عزهم. ربي يخليهم لتونس. والله نقول لهم إن شاء الله بالصحة والرفاهية، والمسنين راهم احنا، أنا واحد منهم مسن. ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير، يعيشهم لنا وربي معناتها يطول لهم في عمرهم، وربي يخلي لي الوالده والولد ان شاء الله. شنو دور المسن ولا المسنه في صلب العائله مدام؟ والله دور كبير هو في كل شيء، معناتها يوجهك ينصحك، كلامهم ديما مسموع، معناتها فهمت، هو لما حال المسن هو تجربه، فهمتي، معناتها ماشي ما تلقى منه كانت تجربه والخبره، معناتها الكل كلمه مش يقولها راهو في الاصل معناتها على تجارب وعاشها ويعطيها لك بالتجربه بالملموس. هو الكل كيما ربي الفوق الوالدين اللوطه. دور المسن بطبيعه عنده صبغه الارشاد، ديما يرشدك للحاجه الباهيه، بحكم اللي يقول لك اللي اكبر منك بليل اكثر منك بحيله، فهمتي، واحنا تربينا باش نحترموهم، وسيرتو هما يوفروا لنا معناها برشا عاش عندهم افكار معناها بحكم تجربه وحكم، فهمتني. والله دوري محيط بهم، يعني نحب ناثرهم، نحب ان، لان انا عندي تجربه اكثر منهم. والله كل شيء نجم تقول هما معناها كل شيء في الدنيا، معناها يقولوا المراه الكبيره ولا الرجل الكبير في الدار بركه. اي بطبيعه بركه، معناتها حاجه معروفه هذه، هما اللي كيما نقول هما الاساس، هما احسن حاجه عندنا في الدنيا، هما كيما نقول بركه ما بركه ونص، بركه يقولوها ناس قبل وحتى احنا نؤمنوا بها الكلمه هذه، طبيعه بركه، ايه نتفائلوا بهم وبالدعم تاعهم. بالفعل بركه في الدار، خاطر كيف الواحد معاه واحد مسن ويتلا بيه بيحول، لازم ربي مش يجازيه، هو الكل في الكل. اي بركه، اي هما بركه، احنا انا وحده من الناس في اي حاجه، يعني نحبوا المراه الكبيره يعني هما القيمه عليهم، هما القيمه، فهمت، حاجه باهيه معناتها تفرحنا، ومعناتها نحبوا الحاجه الباهيه، لماتنا الحنواتنا معناتها متاع زمان قبل، معناتها ساعات نتاثروا كيف يموتوا ولا حاجه، معناتها دعواتهم باهيه، معناتها بكل شيء باهيه، هكا كي تدي عليك هكا دعوه انت باب الجنه تتحل معناتها قدامك يا بنتي. بركه في البلاد هذوك، في الدنيا هذه هم البركه المسنين، خاطر احنا مازلنا ديما بركه همومه، ربي لو كان مش همومه من همومه مشينا. بطبيعة المسن بعد عمره طويل كيمشي هو البركة تنحم الدار أصلا، حاجة كبيرة، بركة يا بنتي، بركة كبيرة، وقليل اللي يعرف قيمتها، إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله. أي بطبيعة نستبختوا بهم احنا، بارك الله فيهم، من الذرية صالحة، من الذرية صالحة، يعني قايمين مجهود كبير ليا والأمم.